يقول السائل: علي قضاء صوم يوم من رمضان وأرغب في صيامه مع صومي ليوم عاشوراء، فهل يصح الجمع بين نية قضاء الفريضة مع صيام السنة؟ يجوز للإنسان أن يصوم اليوم العاشر من شهر محرم بنية القضاء، وتبرأ ذمته بذلك الصيام، فإن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يخص يوم عاشوراء من ذلك، وينبغي به أن ينوي حينئذ بصيامه القضاء، فإن قدر أن الله جل وعلا تفضل عليه وآتاه أجر عاشوراء فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على العبد.